السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي دائما في قناتي فاطمة يوسف فلوغ. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة ديال لي شوسون معمرين ومقلية في الزيت، ولكن ما كيشربوش الزيت بزاف، كيجيو بنان وكنتمنى تجربوهم. ودابا ندوزو للمقادير ديال هاد الوصفة والطريقة على بركة الله. بركة الله. عندنا مكونات الشعرية الصينية، الباكيه الصغيره كدير فيها 100 غرام، نص ديالها ناخذ النص ديالها ونخوي عليها الماء سخون واحد جوج دقائق هكاك، من بعد نشفوها مزيان ونقطعوها بالمقص. وعندنا 60 غرام ديال الفرماج موتزاريلا محقوق، عندنا جوج بصلات مويان مشلضين رقاق او بصله كبيره، وحق ديال الطام صغير، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملح. وفي المقادير ديال العجينه عندنا زلافه ديال الفينو، حنا رقيق ماشي السميده، رقيق الفينو رقيق بزاف، يعني جوج كيسان عنبه. وعندنا زلافه ديال الفورس حتى هي جوج كيسان ديال العنبه، اللي كيعبر كيسان ديال العنبه، وشويه ديال الملح باش نعجنو، وجوج معالق صغار ديال الخميره معجونه. دابا ندوزو الطريقه باذن الله. دابا غادي نعجنو العجينه ديالنا، ناخذو الدقيق نغربلو. جوج معالق صغار ديال الخميرة، نخوي شوية الماء سخون على الخميرة هادي، عزيز قبيلة مكديركمش الخميرة غديرو نص ديالها ماشي كاملة، نص ديالها. نصفيها كلها نصفيها الملح خلاص على حسب الذوق. ونعجنو عادي بالماء دافي بحال العجينة العادية تماما. العجينه ديالنا من بعد ما وجدات هي رطبه، دابا غنخليوها ترتاح شي شويه قبل ما نوجدو البصله ديالنا نشحروها. غنديرو شويه ديال الزيت نشحرو البصله. البصله ديالنا من بعد ما تشحرات كنحيو عليها. العجينة ديالنا من بعد ما ارتاحت شوية خلينا نرتاح، دابا نقسموها على جوج.
وانتو بعرف طبعا اللي بغينا كبير بحال هكذا هاولا شويه صغير عليه بحال هكا اللي بغيتهم بغيتهم صغار شويه ديرهم بحال هكا بغيتهم كبار ديرهم بحال هكا وناخدو الفرصة ديالنا نحط السخرينة نديرو صبعنا بشوية ديال الماء بحال هكا ونصب شي بلاطو بحال هكا نرشو الدقيق مزيان بحال هكا ماشي بالزيت غير الدقيق ونصب ونحطو حركة هنا سالينا نخليهم يخمروا شي شويه واحد ربع ساعه هكاك مولا راه خمرات ملي غنبداو نبداو هاد البلاد هادي ان شاء الله المهم دابا نفطرها ونخليوها تخمر واحد شويه واحد ربع ساعه هكا وغنبداو بالزيت بحال هكا نخليها ترتاح نخليوها تخمر شويه هنا المقلاة ودرنا فيها الزيت وسخناها من بعد ما سخنات غادي ندخل ناخدو اللولين اللي بدينا في اللول هما اللي غنديرهم من تقريبا بسم الله نقص شويه من الطون غير شويه ماشي بزاف نشوفهم هكا بداو كيتحمرو هكا من الجناب نخلوهم ها لي شوسون ديالنا من بعد ما وجدو كيجيو غزالين تبارك الله كيجيو فينين غير جربوهم متندموش كنتمنى تجربوهم وشوفونا في التعليقات كيف جاوكم انا غنوريكم وحده كيف جات الكرشات كيجيو غزالين كيجيو بحال الشكل ديال السفنج كيجيو مشفنجين زوينين كنتمنى تجربوهم ان شاء الله وشوفوني في التعليقات وقولولي كيف جاوكم واستودعكم الله الذي لا تضل ودائما